بطرس الأولى ثلاثة. كمان هنا ستاتات خليكم خضعين للجلجلكم حتى ولو كان شوية ما يسمعوش الكلمة يتكسبوا بسيرة الستات من غير كلمة وهم بيلاحظوا سيرتكم الطهرة خوف وما تبقى زينتكم زينة لبرة من ضفر الشعر ولبس جواهر ذهب ولبس الهدوم الفخمة لكن إنسان القلب اللي مختفي في اللي عمرها ما بيبوظ زينة الروح الوديعة الهادية اللي هي قدام الله تمنها الهلالي لانه بالشكل ده كانت زمان الستات الاديسات كمان اللي بتوكلين على الله بيزينوا نفسهم وهم خضعين لمجالتهم زي ما كانت ساره بتسمع كلام ابراهيم وهي بتنده له سيدها اللي بقيت ولادها وانتم بتعملوا خير ومش هيفين خالص ابدا كمان يا رجاله خليكم ساكنين بحسب الحكمه مع الاناء الستاتي زي الاضعف وانتم تدوم كرامه زي اللي هيورثوا كمان معاكم نعمه الحياه عشان ما تعطلش صلواتكم والآخر خليكم كلكم رأي واحد بمشاعر واحدة عندكم محبة الإخوات روحهم لطاف مش بتجازوا عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة لكن بالعكس بتبركوا عارفين انكم عشان كده تندهتوا عشان تورثوا بركة لأن اللي عايز يحب الحياة ويشوف أي صلحة يبقى يبطل لسانه عن الشر وشفايفه إنهم يتكلموا بالمكر يبقى يبعد عن الشر ويعمل الخير يبقى يدور على السلام ويجري وراه لأن عينين الرب على الصالحين وودانه للي بيطلبوه ولكن مش الرب ضد اللي بيعملوا الشر فمين يزيدكم لو كنتم ماشيين ورا الخير ولكن لو اتكلمتوا عشان خاطر الصلاح هيبقى اخدكم واما الامر بتاعهم فما تنفهوش وما تترعبوش لكن انتوا قداسه للرب الاله في قلوبكم وانتوا مستعدين دايما عشان تجاوبوا كل اللي يسالكم عن سبب الامل اللي فيكم بوداع وخوف وليكوا ضمير صالح عشان يبقى اللي بيشتموا سيرتكم الصالحه في المسيح يزعلوا اللي بيفتروا بيها عليكم زي اللي بيعملوا شر لان الالم بتاعكم لو عايزه اراده الله وانتوا بتعملوا خير احسن منه وانتوا بتعملوا شر لان المسيح كمان اتألم مره واحده عشان خاطر الخطايا الصالح عشان خاطر الخطا عشان يقربنا لله من خلال موته في الجسم ولكن عايش في الروح اللي فيه كمان راح فبشر للارواح اللي في السجن عشان ما سمعتش الكلام زمان لما كانت طول البلد الله بتستنى مره في ايام نوح لما كان الفلك بيبني اللي فيه اتلاجت ناس قليلين يعني 8 نفوس بالميه اللي زيه بينقذنا احنا دلوقتي يعني المعمودية مش هي وساخة الجزم لكن طلب ضمير صالح عن الله من خلال ايام يسوع المسيح اللي هو في يمين الله عشان راح للسماء وملائكة وسلاطين وقوات اتخلق خضع ليه.